بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة بسرعة كده على الفيزس اوف ذا بريس اللي موجودة معايا في الميكانيكال بريسز او الانفاس اللي على جهاز التنفس الصناعي. المفروض ان احنا علشان الميكانيكال بريس يبقى ديليفرد تو ذا بيشنت بيبقى عندك حاجة اسمها تريجر، وبيبقى عندك حاجة اسمها ليميت، وبيبقى عندك حاجة اسمها سايكل والبيز لاين بعد كده. يعني ايه تريجر؟ يعني ده الاكشن اللي المريض الحاجة اللي الجهاز هيحسها فيعرف ان المريض عايز ياخد نفس، او لو المريض ما عملش اي اكتيفيتي خالص الجهاز لو ده مانداتوري مود هيقدر يدي هو اللي يفتح هو الانسبيراتوري فالف ويدي النفس، يبدا هو الانسبيراتوري بريثنج او يفتح هو الانسبيراتوري فالف. طيب انا دلوقتي المريض على بريشر كنترول، بريشر كنترول ده مانداتوري مود. المانداتوري مود ده يعني بيقول لو المريض ما عملش تريجر خالص الجهاز هو اللي هيفتح الفالف كل ما يجي معاد الانسبيريشن ويدي الانسبيراتوري ويدي الميكانيكال بريث. طيب هيفتح الفالف هيحس بيه ازاي؟ من الريت اللي انت ظبطه هنا، انت ظابط للمريض ريت 14 او ظابط للمريض ريت 10، فخلاص فالجهاز عارف ان الريسبيراتوري سايكل بتاعه كل 6 ثواني، 60 ثانيه على 10، يبقى انا كل 6 ثواني المفروض ان الانسبيراتوري فالف هيتفتح اوتوماتيك بالجهاز. طب لو المريض عمل تريجر، التريجر اهو انا بظبطه هنا للجهاز، ممكن اظبطه فلو او ممكن اظبطه بريشر. طيب الجهاز حس هذا التريجر من المريض، حس ان المريض سحب فلو بقيمه 2، يعني الفلو اللي راجع للسنسور راجع ناقص 2، او المريض عمل بريشر اكتيفيتي ماينس 2، خلاص الجهاز حسهم، هيروح هيقول للمريض هو اللي عايز ياخد النفس هيفتح له الانسبيراتوري فالف. ساعتها المريض هياخد عدد الانفاس اللي هو محتاجها، كل مره هيعمل فيها تريجر هياخد عدد الانفاس اللي هو عايزها، وهيصبح الريسبيراتوري ريت اللي انت حاطه ده المينيمم ريسبيراتوري ريت بالنسبه للمريض. يعني لو المريض ما عملش تريجر خالص هياخد مينيمم 14. طب لو المريض بدا يعمل تريجرنج، طول ما المريض بيعمل تريجرنج الفالف بيفتح مع المريض طالما وصل للثريشولد بتاع التريجر. ده بالنسبه للمانداتوري مود، سواء انا بريشر كنترول او انا حتى لو انا فوليوم كنترول. لو احنا بصينا هنا على الفوليوم كنترول هنلاقي برضو ان الفوليوم كنترول نفس القصه، انت عندك برضو بتظبط ريت، ده مانداتوري مود بتظبط ريت. لو المريض ما عملش اي تريجر المينيمم ريت اللي هياخده 16. طيب لو المريض عمل اي تريجر ده الثريشولد بتاع التريجر بتاعك اللي انت حطه، الجهاز حسه هيبدا يفتح كل ما المريض يعمل تريجر الانسبيراتوري فالف يفتح والمريض ياخد نفس، وبالتالي اصبح هنا الانفاس المريض هياخدها هو اللي بيحدد هو عايز ياخد انفاس قد ايه، ولكن كل مره هيعمل فيها تريجر هياخد نفس السيتنج اللي انت حاططها بالظبط، هياخد التايدال فوليوم ده بالفلو ده، مش هياخد حاجه زياده ولا اكسترا لان ده مانداتوري مود. يعني ايه مانداتوري مود؟ يعني انت اللي بتظبط الفاريبل اللي هيدخل للمريض، سواء انت هتدخل للمريض فوليوم بسرعه معينه او هتدخل للمريض بريشر بسرعه معينه. خلينا نرجع للبريشر مود تاني، او هتدخل للمريض بريشر، طبعا ما بنقدرش نحدد السرعه في البريشر، او هتدخل للعيان للمريض بريشر جريدينت، وبالتالي يبقى اذا ده الفاريبل فيكسد اللي هيدخل للمريض. طيب يبقى اول حاجه بنبدا نتكلم عنها في الفيزس، في الفيزس اوف ذا بريس هي التريجرنج، والتريجرنج ده الحاجه اللي بتبدا النفس سواء كان فلو او بريشر لو المريض هو اللي عمل التريجرنج، او سواء كانت الماشين بتتحط بالريسبيراتوري ريت بالتوتال سايكل تايم وده الماشين بيحسبها من الريسبيراتوري ريت. طب ايه هو الليميت؟ بتوصل تاني حاجه بعد التريجر بتوصل لحاجه اسمها الليميت. الليميت دي يعني الحاجه اللي موجوده عندك هتكتف انها مش هينفع ان المريض يكسيد هذا الليميت. لو انت على بريشر مود هيبقى الليميت بتاعك بريشر، لو انت على فوليوم مود هيبقى الليميت بتاعك لا فوليوم لا فلو، الليميت بتاعك هيكون لا فوليوم لا فلو، وبالتالي احنا دايما بنسميها فلو ليميتد او الفوليوم برضو بتبقى انت مثبته. الصح ان هو يكون فلو ليميتد. طيب يبقى اذا ده الليميت عندي من ده تاني نوع من الفيزز بتاعه البريس. طيب تالت نوع ايه؟ تالت نوع في الفيزز اوف ذا بريس هو السايكلينج. يعني ايه السايكلينج؟ يعني المريض هينقل من الانسبيريشن للاكسبيريشن ازاي؟ طبعا السايكلينج لو انت مانداتوري مود باي ذا ماشين. طب ازاي باي ذا ماشين؟ بالانسبيراتوري تايم اللي حضرتك ظابطه هنا، حضرتك ظابط هنا انسبيراتوري تايم. اذا الجهاز اول لما بيحس التريجر اللي المريض عمله يروح فاتح الانسبيراتوري فالف وواصل للبريشر جريدينت ده، وبعد ما يوصل لهذا البريشر 14 يخليه مينتيننج هذا البريشر طول الانسبيراتوري تايم اللي انت حاطه للمريض. اول لما الانسبيراتوري تايم يخلص يروح فاتح الاكسبيراتوري فالف ويبدا الاكسبيريشن. يبقى اذا في المانداتوري مود السايكلينج باي ذا تايم باي ذا ماشين. نفس الحكايه برضو في الفوليوم كنترول،
تعالوا نشوف برضو في الفوليوم كنترول. هنا في الفوليوم كنترول برضو انت ظابط هنا للمريض ايه؟ ظابط للمريض انسبيراتوري تايم، بس هنا في الفيليبس ما بتظبطش الانسبيراتوري تايم دايركت، انت بتحط للمريض التايدال فوليوم بالبيك فلو. انا بقول له انا عايز ادخل 450 بسرعه 40، اوتوماتيك خلاص الجهاز حاسب ان الانسبيراتوري تايم بيحسبه من التايدال فوليوم اللي انت عايز تدخله بسرعه بالبيك فلو المعينه اللي انت عايزها دي بسرعه 40، خلاص حسب دي طلعت نص ثانيه، وتروح انت محدد له كمان والله انا عايز انسبيراتوري هولد 4/10 فوق النص ثانيه اللي هيدخل فيها التايدال فوليوم ده، يبقى هو اوتوماتيك عارف ان التايم انسبيراتوري كام، 9/10 او ثانيه، ده مثال يعني. فهو بيحسب الانسبيراتوري تايم من التايدال فوليوم والبيك فلو، الفوليوم اللي انت عايز تدخله بسرعه محدده، ويضيف عليهم الانسبيراتوري هولد اللي انت محتاجه لهذا المريض، وبالتالي يحسب الانسبيراتوري تايم. يبقى ده السايكلينج هنا برضو باي ذا تايم، عن طريق ان التايم انسبيراتوري يخلص فخلاص الجهاز يفتح الانسبيراتوري فالف ويقلب على الاكسبيريشن. طيب تعال نشوف البريشر كنترول بقى، البريشر سبورت. لو انا عندي طبعا انا هنا بتكلم كل ده على مانداتوري مود، سواء بريشر كنترول او فوليوم كنترول، دول مانداتوري مود. يبقى مين اللي بيليمت الجهاز؟ الفاريبل اللي انت ظبطه سواء بريشر او فوليوم. مين اللي بيسايكل الجهاز؟ الماشين باي اندنج اوف ذا انسبيراتوري تايم. طب مين اللي بيتريجر الجهاز؟ اللي بيتريجر الجهاز مي بي ماشين باي تايم، ان هو حاسب التوتال سايكل تايم، او مي بي ذا بيشنت، ممكن البيشنت هو اللي يعمل تريجر. يبقى المريض هنا بيشارك في المانداتوري مودز بايه؟ بيشارك بالتريجرنج فقط، لكن السايكلينج والليمت وبقيه الداتا اللي بتدخل للمريض انت اللي ظابطها على الجهاز، انت اللي ظابط على الجهاز. طيب تعالى لو احنا حطينا المريض على بريشر سبورت، لو انتوا هتلاحظوا هنا قبل ما ننقل المريض على بريشر سبورت، هتلاحظوا هنا ان في هنا مثلا انا ظابطه طبعا ده مانداتوري مود، فلازم هحط ريت والليمت بتاعي او اللي انا الحاجه اللي انا بتحكم فيها الكنترول فاريبل بتاعي بريشر، عايزاه يدخل في انسبيراتوري تايم محدد. ليه بظبط انسبيراتوري تايم؟ لان انا مانداتوري مود، فلازم اظبط انسبيراتوري تايم لان دي هتكون سايكلينج كرايتيريا معايا. واي مود في الدنيا بريشر بظبط له رايز تايم، واي مود في الدنيا بحط له بيب وبحط له اف اي او 2 لان دي حاجات الاكسجينيشن، فسواء انت سبونتينيوس مود او مانداتوري مود هتحط اف اي او 2 هتحط بيب، ولكن بريشر هتحط معاه رايز تايم، ومانداتوري يبقى هتحط ريت وانسبيراتوري تايم بالظبط. طيب شايف هنا في حاجه اسمها اكسبيراتوري سايكل، الاكسبيراتوري سايكل دي هنا مطفيه مش متفعله، مطفيه، والبريشر سبورت هنا مطفي. ليه؟ لان انت شغال دلوقتي على مانداتوري مود. طب انا لو اخترت ان انا اقلب هذا المريض على بريشر سبورت هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاند الاكسبيراتوري سايكل اشتغل معاك، وهتلاقي البريشر سبورت اشتغل معاك. ليه؟ لان انت دلوقتي قلبت المريض على بريشر مود، قلبت المريض على بريشر سبورت، ده سبونتينيوس مود. يعني ايه سبونتينيوس مود؟ يعني المريض هو اللي هيتريجر، والمريض هو اللي هيسايكل، والليمت بتاعك بس بقى بريشر سبورت، الليمت بتاعك بقى بريشر سبورت. يبقى اذا التريجرنج بتاعك انت ظبطه، ده الانسبيراتوري تريجر بتاعك 2، اول لما الجهاز يحس ان المريض سحب فلو بقيمه 2 هيفتح له انسبيراتوري فالف ويروح عامل له بريشر بقيمه 14. طيب مين اللي هيحدد الانسبيراتوري تايم؟ المريض، لان ده سبونتينيوس مود. هتقول لي امال في هنا انسبيراتوري تايم اهو انا بظبطه؟ لا، ده مش الانسبيراتوري تايم بتاع البريشر سبورت، ده الانسبيراتوري تايم بتاع الباك اب ريت. يعني لو المريض ما عملش تريجرنج اوتوماتيك الجهاز هيشتغل على باك اب ريت بريشر كنترول، الباك اب مود بريشر كنترول، الباك اب مود اللي هو البريشر كنترول، يبقى ده البريشر اللي هيعمله بالانسبيراتوري تايم ده بالريسبيراتوري ريت ده كباك اب بالابنيا ريت اللي انت ظبطه هنا، ده الباك اب مود. لكن انت هنا في البريشر سبورت انت ما بتظبطش غير الانسبيراتوري تريجر بتاع المريض والليفر بتاع الليفل بتاع البريشر سبورت اللي انت عايزه للمريض، وبتظبط حاجه اسمها اكسبيراتوري سايكلينج. لو احنا ضغطنا عليها هنا تلاقي مكتوب اكسبيراتوري سايكل. يعني ايه اكسبيراتوري سايكل؟ دي نسبه من البيك فلو، يعني نسبه من البيك فلو. تعال نشوفها على الكيرفات، انا ظبطها هنا 20%، تعال نشوفها هنا على الكيرفز. شايف هنا في كيرف الفلو هتلاقي ان احنا عندنا ادي اول حاجه المريض، طبعا ان اول لما الانسبيراتوري فالف بيفتح بوصل للليمت بتاع البريشر اللي انا حطاه للمريض، الجهاز بيوصل للليمت البريشر اللي انا حطاه للجهاز، يبدا المريض يسحب الفلو الهواء اللي هو عايزه، يسحب الفوليوم اللي هو عايزه، لان الفلو هنا فاريبل في البريشر سبورت، الفلو هنا فاريبل اكوردنج تو ذا بيشنت ديموند، المريض هو اللي بيسحب اللي هو عايزه. سحب بريشر، سحب فلو هواء بسرعه معينه، وصلت لغايه مثلا، وصلت هنا لغايه 80، البيك فلو وصل لغايه 80.
طيب طبيعي كل لما الفوليوم بيدخل اللي بيحصل البريشر جريدينت بيقل، لان الفوليوم ده بيدخل بيتسبب في بريشر جوه اللنج، وبالتالي كل لما الفوليوم يدخل طول ما البريشر هنا كونستانت اثناء ليميتد كده في البريشر كيرف، الفوليوم عمال يدخل بسرعه وبالتالي بيقلل البريشر جريدينت، وبالتالي سرعه الهواء بتبدا تقل تدريجيا لان المريض بدا يشبع. انا في الاول باخد نفس جامد وبعدين كل لما اشبع من النفس يبدا سرعه الهواء تقل. انا بقول للجهاز بقى لما تلاقي سرعه الهواء، اما تلاقي الفلو قل بنسبه 20 قل وصل لغايه 20% من البيك انسبيراتوري فلو بتاع المريض، افهم ان المريض بتاعك عايز يعمل اكسبيريشن. يبقى ده السايكلينج كرايتيريا، هي الجزء ده كده السايكلينج كرايتيريا. طيب تعالى شوف لو انا خليت الاكسبيراتوري سايكلينج ده، لو انا خليت الاكسبيراتوري سايكلينج ده 10 قللته خالص، هتلاقي ايه ده على الكيرفات، هتلاقي ده عامل ازاي على الكيرف. شايفين السايكلينج كرايتيريا نزلت معايا لتحت خالص، ليه؟ يعني الفلو قاعد يقل لغايه لما قال لي 90% من البيك انسبيراتوري فلو، فخلاص وصل ل 10% الجهاز فيه من المريض عايز يعمل اكسبيريشن، فراح فاتح الاكسبيراتوري فالف وحصل اكسبيريشن. طيب عيان الاي ار دي اس او العيان اللي فيه انت عايز تحسن الاكسجينيشن، فعايز تخلي الانسبيراتوري تايم طويل، نخلي لو انت حاطه على بريشر سبورت نحاول نخلي السايكلينج كرايتيريا بتاعتي تكون قليله، تكون 10% عشان ادي تايم فور انسبيريشن. طيب تعالى نشوف لو انا خليت الاكسبيراتوري سايكلينج ده عالي، يعني خليته مثلا 50%، ايه اللي هيحصل لو انا خليته 50%؟ الجهاز كده فهم ان انت اول لما البيك انسبيراتوري فلو هيبدا يقل يقل يقل، اول لما ينزل بقيمه 50% من البيك هيحصل عندي سايكلينج على طول. فشايفين الفرق بين هنا وبين لما كنا مخليين السايكلينج كرايتيريا بتاعتي 10%، هنا الانسبيراتوري تايم صغر جدا، بقى صغير جدا، سايكلينج كرايتيريا هنا بقى صغير جدا. وبالتالي ده هيعمل معاك لو المريض ده مش محتاج لونج اكسبيراتوري تايم وانت كده قصرت له الانسبيراتوري تايم قوي، ممكن يحصل فيه دبل تريجرنج، ممكن يحصل معاك دبل تريجرنج، يبقى الانسبيراتوري تايم مش مكفيه يسحب الهواء اللي هو عايزه، مش مكفيه يدخل الفوليوم اللي هو عايزه، لسه في بريشر جريدينت يسمح بدخول فوليوم، ولكن انت حاطط انسبيراتوري تايم، لكن انت حطيت هاير سايكلينج كرايتيريا، وبالتالي الانسبيراتوري تايم صغر على المريض. فحصل هنا دبل تريجرنج اهو، ليه؟ لان المريضه مش شبعانه لسه ما دخلتش الفوليوم اللي هي عايزاه، فتبدا تعمل تريجرنج تاني، فالتريجرنج ده اثناء لسه النفس خلص وهو لسه بيحصل اكسبيريشن، تبص تلاقي التريجرنج وصل اهو، لسه بيحصل اكسبيريشن، ما حصلش هنا فول اكسبيريشن، راحت المريضه عامله تريجر تاني، راحت واخده نفس تاني بوان اكسبيريشن. ده اللي من ده معناته ان انت الانسبيراتوري تايم ده او السايكلينج كرايتيريا اللي انت ظابطها هنا دي مش مناسبه للمريض. السايكلينج كرايتيريا دي خلت المريض مش شبعان، مش قادر يدخل الفوليوم ولا الهواء اللي هو محتاجه، وبالتالي تفهم على طول ان انت محتاج تقلل السايكلينج كرايتيريا بتاعتك، تخلي السايكلينج كرايتيريا بتاعتك تنزل بيها ل 30 وتشوف الايفكت بتاعها على الكيرفز، شوف هل المريض بقى نفسه مرتاح، ما عنديش الانسبيراتوري تايم اكسجينيشن بتاعتي بارامتر كويسه، اللونج ميكانكس بتاعتي كويسه، والاكسبيراتوري فلو بيرجع معايا للبيز لاين عشان اعرف ان الاكسبيراتوري تايم ده نف بالنسبه للمريض. طبعا كل لما انا خليت السايكلينج كرايتيريا بتاعتي عاليه 50-60% انا باثر الاكسبيراتوري تايم وبزود الاكسبيراتوري تايم. طبعا ده بحتاجه في مريض سي او بي دي والمريض اللي عنده اوبستراكتيف لونج ديزيز، احتاج اخلي الاكسبيراتوري تايم بتاعي طويل، عشان كده ممكن اخلي السايكلينج كرايتيريا بتاعتي 50% 60%، لكن عيان الاي ار دي اس اخليها 10% لاني بشتغل على اكسجينيشن، عايزه وقت طويل، المين اير واي بريشر بتاعي فيه عالي، وبالتالي بزود الانسبيراتوري تايم. عيان نورمال بظبطها من 20-30% خلاص، وابص برضو اتاكد ان انا ما عنديش ديسنكروني على الماشين. لو انا مخليه السايكلينج كرايتيريا بتاعتي عاليه قوي 50-60% والمريض الانسبيراتوري تايم ده مش كفايه، هتلاقي ظهر معاك دبل تريجرنج كتير جدا وظهر معاك ان افكتيف تريجرنج. لكن لو انت خليت الانسبيراتوري تايم السايكلينج كرايتيريا بتاعتك 10% مثلا، ودي طويله جدا، يعني انت زودت جدا الانسبيراتوري تايم، تبدا تلاقي المريض بقى زهقان، حاسس انه عايز شبع خلاص وعايز يعمل اكسبيريشن ومش عارف يعمل اكسبيريشن، فتبدا تلاقي هنا البريشر كيرف بتاعك يبدا يظهر فيه نوتش في نهايه الانسبيريشن، تلاقي فيه نوتش كده تظهر هنا في نهايه الانسبيريشن، الكيرف من فوق يبقى فيه نوتش كده، ليه؟ ده العيان بيعمل اكسبيريشن على والفالف لسه مش فاتح ليه الاكسبيريشن، وبالتالي ده معناته برضو ان انت الانسبيراتوري تايم بتاعك هنا طويل قوي على المريض. غير ان انت لو انت طولت قوي الانسبيراتوري تايم فعيان سي او بي دي خليت له مثلا السايكلينج كرايتيريا بتاعته خليته 20%
فده بالنسبه له قليل جدا. فانت قللت الاكسبيراتوري تايم فتلاقي الكيرف الاكسبيراتوري فلو ما بيرجعش معاك للبيز لاين، يبدا المريض يخزن معاك اوتوبي. فمهم جدا ان انت تبقى فاهم ان في السبورت مود زي البريشر سبورت ده سبونتينيوس مود، الريسبيراتوري ريت بتاع المريض، المريض هو اللي بياخد الانفاس اللي هو عايزها وهو اللي بيسحب الفوليوم اللي هو عايزه بالسرعه اللي هو عايزها بالفلو. الفلو هنا فاريبل والفوليوم فاريبل اكوردنج تو الدرايف بتاع المريض، البريشر اللي ديفلوب دي باي كونتراكشن اوف ذا فرجماتيك ماسل بتاع المريض، والبريشر جريدينت اللي انت حاطه هنا، انت حاطط العين بريشر ليميت كام، حاطط له 14. طيب اما بقى الانسبيراتوري تايم هو بتاع المريض، المريض هو اللي بيحدده لان ده سبونتينيوس مود. السايكلينج كرايتيريا برضو يعتبر السايكلينج المريض هو اللي بيحدده لان هو نسبه من البيك انسبيراتوري فلو بتاع المريض، يعني هو نسبه من البيك انسبيراتوري فلو بتاع المريض، مش احنا البيك انسبيراتوري فلو، الفلو اللي المريض سحبه هو بمزاجه، انت حطيت بس نسبه منه تفهم الجهاز ان المريض ده خلاص شبع وعايز يعمل اكسبيريشن. فدي حاجه مهمه جدا نبقى واخدين بالنا منها. الفرق، لان انا بسال زمايلنا برضو ايه الفرق بين السايكلينج في البريشر كنترول وفي البريشر سبورت، الناس مش فاهمه برضو او مش عارفه ايه الفرق. في فرق كبير جدا بين السايكلينج كرايتيريا في البريشر كنترول لان ده مانداتوري مود، فالسايكلينج كرايتيريا بتاعتك هتبقى الانسبيراتوري تايم اللي انت حاطه في المانداتوري مود. وفي فرق بين السايكلينج كرايتيريا في البريشر سبورت، لان في البريشر سبورت السايكلينج كرايتيريا هي الاكسبيراتوري سايكلينج اللي انت بتظبطها هنا في المريض، الاكسبيراتوري سايكلينج اللي انت بتظبطها هنا في المريض اللي هي نسبه من البيك فلو. فدي حاجه مهمه جدا نبقى واخدين بالنا منها في الفرق بين المانداتوري مود وبين السبورت او السبونتينيوس مود. شكرا جزيلا.